بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وبه أستعين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذه الحلقة بإذن الله سنتطرق إلى حلول تمارين تتعلق بموضوع الحركة والسكون، وهذا بالنسبة لمستوى السنة الثانية من التعليم المتوسط، وبإذن الله مع السلسلة الأولى الواردة في الكتاب والمتمثلة في أختبر معارفي. إذن فبدون إطالة مع التمرين الأول الذي ينص على ما يلي: كيف يمكننا دراسة حركة جسم؟ إذن فلدراسة حركة جسم يجب أن نختار المرجع المناسب الذي يمكننا من تحديد الحالة الحركية لهذا الجسم، إن كان ساكناً أم متحركاً، كما يحدد لنا يعني هذا المرجع الذي نختاره شكل حركة الجسم، وذلك من خلال معرفة مسار الحركة. السؤال الثاني: كيف نعرف أن الجسم في حالة حركة؟ مثل ما ذكرنا، نعرف بأن الجسم إن كان في حالة حركة أم لا، وذلك من خلال تغيير موضعه بالنسبة لجسم آخر والذي سميناه المرجع. كيف نحكم على جسم إن كان ساكنا أو متحرك؟ يعني هذه أسئلة كلها متشابهة. كيف نعرف نحكم على جسم إن كان ساكنا أو متحركا بالنسبة لجسم آخر؟ يمكننا الحكم على جسم إن كان ساكن أو متحرك بالنسبة لجسم آخر من خلال، قلنا، تغيير موضعه بالنسبة له. ونحكم على الجسم بأنه ساكن بالنسبة لجسم آخر من خلال موضعه الثابت الذي لا يتغير بالنسبة لهذا المرجع. نمر إلى السؤال الموالي، يقول في هذا التمرين أو في الوضعية الرابعة: الجهاز المبين في الشكل أدناه يساعد المسافر على الكتابة المريحة في القطار المتحرك، اشرح لماذا هذا الجهاز يسهل الكتابة في القطار المتحرك. إذن فكيف يسهل؟ فهذه الوسيلة هي عبارة عن مسند يتم تثبيت الذراع أو اليد، نعم تثبيت الذراع معه، ذراع الشخص الذي يريد أن يكتب مع المسند، فتصيران وكأنهما جسما واحد، فتصيران جملة واحدة، أي تكونان اليد أو الذراع مع المسند تكونان ساكنتين بالنسبة لبعضهما البعض، خاصة في حالة تغيير القطار لسرعته سواء في الانطلاق أو في محاولة التوقف، إذن مما يجعل اليد لا تضطرب أثناء الحركة. السؤال الخامس يقول: الحالة الحركية للكرة بالنسبة للمراجع المذكورة. لاعب كرة السلة يتجه نحو سلة منافسه بالكرة ويقذفها نحوها، أي يقذف الكرة نحو السلة. كيف هي الحالة الحركية للكرة عند لحظة قفز اللاعب نحو السلة للقذف بها في داخل السلة بالنسبة للاعب نفسه، يعني لحامل الكرة، وبالنسبة للاعب آخر بجواره قام بالقفزة نفسها مع منافسه، يعني المدافع قفز في نفس الوقت مع المهاجم نحو السلة. ثالثا، بالنسبة لجالس في المدرجة. إذن ننظم الإجابة في هذا الجدول. هنا حددنا الجملة المدروسة: الجسم وهو الكرة والمراجع. الآن اللاعب الذي يقفز بالكرة نحو السلة كيف هو بالنسبة للكرة؟ لا شك أنه ساكن. واللاعب الذي يقفز مع حامل الكرة كيف هو بالنسبة للكرة وشخص جالس في المدرجة؟ إذن فاللاعب الذي يقفز بالكرة نحو السلة وهو ما زال ممسك لها بين يديه فهو ساكن بالنسبة لها، أو الكرة ساكنة بالنسبة له. الكرة كذلك ساكنة بالنسبة للشخص الذي يقفز مع حامل الكرة،
لماذا؟ رغم أن الشخص الثاني المدافع لا يمسك بالكرة وليست في يده، لكن حينما يقفز مع اللاعب في نفس اللحظة فموضعه بالنسبة للكرة أو بعده عنها لا يتغير بالنسبة لها، إذن فبالتالي هي ساكنة بالنسبة له. نقول في اللحظة التي لم تنفلت الكرة بعد من يد اللاعب، يعني إذا انفصلت الكرة وطارت في الهواء، هنا كلام آخر. بالنسبة للشخص الجالس في المدرجات، الكرة واللاعبين الكل متحرك بالنسبة له. شخص يجلس في المدرجات يرى بأن المهاجم والمدافع والكرة هي أجسام متحركة بالنسبة له. نمر إلى الوضعية الموالية أو التمرين الموالي المعنون بالحالة الحركية للسيارة الزرقاء بالنسبة للمراجع المذكورة. إذن لدينا هذه الصورة، يقول ما هي الحالة الحركية للسيارة الزرقاء بالنسبة للسيارة الحمراء وللسيارة الصفراء وللسيارة الخضراء. إذن هنا لدينا ثلاث مراجع ونصف جسم بالنسبة إليها. إذن فالجسم الموصوف هو السيارة الزرقاء، سنصف هذه السيارة الزرقاء من خلال هذه المراجع الثلاثة، السيارة الحمراء، السيارة الصفراء والسيارة الخضراء. إذن لدينا ثلاث لقطات هي التي من خلالها لقطتين هما اللتان من خلالهما سنعرف من يتحرك في هذه الوضعية. إذن فنقول الآن كذلك إجابتنا في جدول الجسم الموصوف وهو السيارة الزرقاء بالنسبة للمراجع الثلاثة، بالنسبة للسيارة الحمراء هي مرجع، والسيارة الصفراء هي مرجع ثاني، والسيارة الخضراء هي مرجع ثالث. إذن نلاحظ الصورة، من خلال الصورة السيارة الزرقاء كانت في هذا الموضع ثم صارت في منتصف الطريق، إذن فهي غيرت موضعها بالنسبة للحمراء، وغيرت موضعها بالنسبة للصفراء، وغيرت موضعها بالنسبة للخضراء. إذن فهي متحركة بالنسبة للمراجع الثلاثة، السيارة الزرقاء متحركة بالنسبة للسيارة الحمراء، ومتحركة بالنسبة للسيارة الصفراء، ومتحركة بالنسبة للسيارة الخضراء. الآن السؤال الذي بعده قال: كيف يرى سائق السيارة الزرقاء، يعني الذي يقود السيارة الزرقاء، الحالة الحركية للسيارة الخضراء بالنسبة لسيارته؟ كيف تعرفت على ذلك؟ إذن فسائق السيارة الزرقاء يرى بأن السيارة الخضراء متحركة بالنسبة لسيارته. لماذا؟ لأنها ببساطة غيرت موضعها بالنسبة لها، يعني بالنسبة للسيارة الزرقاء أو بالنسبة له هو كذلك. إذن نمر إلى الوضعية الموالية، هل عمارات حيك ساكنة بالنسبة للأرض وهل هي ساكنة بالنسبة للشمس؟ علل. إذن ننظم كذلك الإجابة في هذا الجدول. لدينا الجسم يتمثل في العمارات والتعليل، تعليل الإجابة. الآن نقارن الجسم بالأرض. إذن فالجسم بالنسبة للأرض، نعم، العمارات بالنسبة للأرض هي ساكنة لأنها جزء منها، وبالتالي فهي لا تغير موضعها بالنسبة لها بمرور الزمن. إذن العمارات ساكنة بالنسبة للأرض أو الأرض ساكنة بالنسبة للعمارات، لأن الأرض لم تغير موضعها بالنسبة للعمارات بمرور الزمن. الآن العمارات بالنسبة للشمس، العمارات بالنسبة للشمس أو الشمس بالنسبة للعمارات هي متحركة. لماذا؟ لأنه بمرور الزمن يتغير موضع الشمس بالنسبة للعمارات والعكس صحيح. إذن بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة. في الأخير أسأل الله العلي القدير أن نكون قد وفقنا، كما نأمل أن تكونوا قد استفدتم منها. وفي الحلقة القادمة بإذن الله نتطرق إلى السلسلة الثانية، أطبق معارفي. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.